العادات والتقاليد ثنائية يأبى الجزائريون التخلي عنها في الأعياد والمناسبات، فهي ما يضفي نكهة خاصة عليها، ولعل الأكلات التقليدية الشعبية جزء منها وتختلف من منطقة إلى أخرى. كما على بالنا في العيد الكبير كل منطقة عندهم العادات والتقاليد. احنا هنا في الجزائر برومي جور نديرو بون صباح باينة الشوا هذاك كبدة يتو، عطناش في الليل نديرو بوزلوف، دوزيام جور عطناش نديرو كاين اللي يدير طعام وكاين اللي يدير العصبان. انا جينيرالمون كل عيد ندير عصبان، ولا كانت الدوارة صغيرة ندير بكبوكة. كيما اليوم درت عصبان، كيما ديريش هادو ما تحسيش قاعد كديري شوا، باسكو الناس قاعد دير شوا خاصك تولي جوغ يديروا شوا يديروا، مي هادو ماشي دائما نديروهم، هادو صغار في العيد غير في العيد، هادو هما ريحه العيد. كي ديري العصبان وديري بوزلوف، ما ديريش عصبان ديري الدواره بكبوكه باش تحسي للعيد الكبير، واللي ما يديرش هذا ما كاش ما تحسيش باللي عيد. أكلات متنوعة تعكف ربات البيوت على تحضيرها أيام عيد الأضحى، فما يعرف بالدوارة يمكن تحضيره بطريقتين، إحداهما تعرف بالعصبان الذي تفضله كثير من ربات البيوت رغم الجهد الذي يتطلبه بين تقطيع وخياطة وطبخ. العصبان هذيك الدوارة نقوها تخي تخي بيان، بعدك نقطعوها دي كاري نحطوها بجيه، وبعد نبريبار لا فارس واش نديرو لها شويه كبده شويه غرنوق حميصه شويه حشيش شويه نعناع شويه شحمه هذيك اللي تكون مليحه تاع القلب ولا الكبده، وتانيك هذوك المصارن هذوك الرقاق تاني نقطعهم اون بتي دي، ومن بعد نخيطوا هذوك دي كاري تاع الدوارة نخيطوهم نخلو غير كيفاش نعمروهم. الوقت تدي بيان سور نهار تحبي ديريها لازم تخصي وقتك غير ليها، ديريها في العيد سي با تو لي جور، خاطرها في العام. أكلات تقليدية لطالما ارتبطت بالأعياد، تسعى ربات البيوت للحفاظ على وجودها وتلقينها للأجيال القادمة. سعيدكم